بس اوكي هيل بس بدون، يا الله يا اخوان اقسم بالله الجرافيك رهيب والله العظيم، الجرافيك انه اسطوري. طلع طلع المي تيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، احمد وزبدين، رجعت لكم فيديو جديد. في اليوم راح نجرب الشابتر الجديد، الشابتر الرابع من فورتنايت، بعد كان حدث كثير بيض ممل كثير، بس اللي شفته اليوم اشي رهيب، تغيير جرافيك، تغيير انيميشن، اسلحة جديدة، كل شيء جديد، واضافوا موتوسيكل. فبدون ما نطول اكثر، جربت الشابتر وطبعا ما فيش فوز، انسوا الفوز. جربنا الشابتر والاسلحة الجديدة واشياء هيك صارت معانا، وردة فعل على الباتل باس والعرض. لا تنسوا اللايك والاشتراك وكود اتش زد دي، تدعمني كثير، وبس استمتعوا بالفيديو. وصح يا اخوان، جربت اللعبة على اعلى اعدادات ار تي اكس اون، وجرافيك كثير كثير رهيب. طبعا الفريمات انسوا في ذمة الله، بس جرافيك والله جد رهيب، وانيميشن كثير رهيب، راح تشوفوهم باخر الفيديو ان شاء الله. استمتعوا بالفيديو ولا تنسوا اللايك. يلا بسم الله. شايفين فيه زي نفاثة ورا الباص. الفصل أربعة ديم 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 يا اخوان، في دراجات راح يكون بده توصيلة، مزرعة كمان. شو هذا ال مراب الكتروني كأنه يا اخوان، كل مناطق جديدة المفروض، لأنه خريطة كاملة جديدة. هاي برضو وات، تقدر تدخل جواتها. هاي رقصة المفروض، يعني شوتجن شكله جديد. طبعا هي نفس الأسلحة القديمة، بس هذا ويتشر بغير سرعة الأسلحة كأنه. لا تقول لي هاي سلاح، هاي المطرقة شكلها سلاح ميثك. كل الأسلحة جديدة أنا شايفها لحد الآن، بس الار بي جي القديم. وهذا السلاح هذا كان سريع بس بطيء. هيا ما همي هو هاي. وات ديم 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 ديم. اوكي اوكي لسه في كمان قاعد بتحمل. كنت بطبخ. اوكي اوكي بنبلش بلودينج سكرين. اوكي ماشي. طيب هاي رقصة. اوكي حلوة والله، حلوة والله. اوكي شكلها مجانية كمان. لا لا، المجانية هاي بدون القفل. اوكي هذا مجاني وهذا مجاني. طيب اول سكن معنا ديم، والله حلوة. لا هيو نشوف السكن. طيب خلاص ماشي اللي بعده. عن هذا ثاني سكن، هي نفسها اتوقع، اتوقع انها هي نفسها. اوكي الصفحة اللي بعدها يا اخوان، السكان رجع بس رجعوا ندرات اقل. هسه بفرجيكم بالجيم. سكن بيض او بيض بالضبط، ده كمان ستايل. اوكي نفس السكن، في رقصة هون. دقيقة حلوة هاي برضه الرقصة. اوكي بتحس السكنات معمولة بأمريكا، لوس أنجلوس أو شيكاغو، سكنات الرقصات يعني. ايش هذا؟ ديم هذا الوحش اللي قلت لكم عنه بالانترو بالعرض. هذا ايش هذا؟ اوكي هذا نفس مستر شيف، مستر شيف، مش عارف شو اسمه. نزل قبل هيك. هاي اللعبة اللي كان يلعب فيها نفس سكن. هذا ايش؟ بكاكس هذا، والله بكاكس. طيب خلينا نسرع اكتر. هذا سكن، والله بقولكم اللعبة معمولة بشيكاغو هاي المرة. نفس سكن اللي بعده. اوكي لازم صاروا يحطوا خلاص من الانمي، صار كل موسم يحطوا لك سكن من الانمي. هذا حلو الاكس. اوكي قديش احنا تغيرنا؟ 62 صرنا.
نوى مغناطيسي، اوكي حلوة. هذا دقيق في سكن اللي هو نفسه، اتوقع هو نفسه هذا سكن. يا اخوان اللعبة معمولة بشيكاغو، مش طبيعي اشكال الشخصيات، جد مش طبيعي، حرفيا زي اللي بتشوفهم بامريكا هذول بالافلام. بيض بس 94 دقيقة، هون 90 مفروض 91 92 94 95 96، مش عارف المفروض انه 94 هيك. ايتم شوف اهم شيء قبل ما تبلشوا، كودج جديد بالله عليكم ان شاء الله، واكسبتوا واشتروا اللي بدكم اياه، اشتروا الباتل باس، اشتروا السكنات اللي بدكم اياه. طب ننزل نستكشف ولا ننزل نلعب؟ انا بحكي نستكشف اول، لانه اذا نزلنا نلعب راح ننجلد لانه زمان مش لاعب، فلا نستكشف. خلينا نحط كود ننزل نستكشف المدينة. اوكي ديم اخوان اللب اللي انتظر بجنن والله. ديم اخوان بقولكم حاطين نفاذ، ايش هذا؟ في رمة براميل حقهم يا اخوان. طب ده وين البراميل؟ تيم يا اخوان والله المناظر رهيبة، طلعوا. طبعا مستحيل تقدر توصل لهاي الحواف، خلنا نستكشف. بس بدناش نطول بالاستكشاف، بس نشوف الاسلحة هاي تبعت ريف كيف هاي لسه موجودة. الفريمات في ذمة الله لما يكون لما تنزل بالبابليك. إذا سولو طلع كيف شايفين سكار، هذا بحكي لكم عنه، طلع كيف ندرته صارت، صار الأبيض والأخضر والأزرق، والإم 16 صار إبك وذهبي. هذا شكل الصناديق الجديدة، شايفين؟ أوكي هاي الأسلحة الجديدة بعرفش إيش عنها. هذا إيش هذا؟ بتفجر. لا تقول لي رجعوا الأسهم. أوكي تتفجر. سكار بدي اشوف قديش دمجه، 30 السكار ضي، كان 36 ب 37، كان الابك 36 والذهبي 37. قديش طلقة فيه؟ 20 طلقة. قديش بدمج؟ 17 طبيعي. هاي بتدمج 100، يا عفو الله والله كثير 100 يا اخوان. طيب هاي لساتهم موجودين، هاي ار بي جي رجع. اوكي هذا اتوقع نفس المعاي هذا صح؟ تكتيكال بستول؟ لا غير هذا، هذا شاتجن. طب بدنا شاتجن نشوفه. اوكي هي شاتجن. لا ايوه كثير في اسلحة. هذا ايش هذا؟ 7 ريدي يا اخوان ايش فيه؟ دقيقة والله انا مش فاهم. دقيقة اس 7 بطل فيه. هذا الشكويف صح؟ اوكي مدام رجع ال خليني اكمل جملة بس، انا مدام رجع البو هذا يعني راح السنايبر صح؟ هذا ايش هذول؟ ايش عم بسوي هذا؟ تفجر؟ يا اخوان الجرافيك رهيب والله العظيم، جرافيك كثير كثير رهيب. ايه صندوق قديم فضحتنا، هسه بقول رجعوا او شلوه. اوكي 31 مدمج هذا. ديم ديم بوي اخوان، لازم العب جيم والله، انا متاكد اني مش راح افوز بس بدي العب جيم هيك. يا الله تحكم كثير بيض. نشوف الشات جن صحيح، مدمج 92 كم كويس ايه صح؟ طيب بنا انا ما جربتوش. اوح يا الله وان يا عفو الله مش طبيعي الدروبات. خلينا نشتري باتل باس مادام معانا في بوكس ومادام حاطين كود. أهم إيش كود تشد الديب،
شان الله والله لب الانتظار انه رهيب رهيب رهيب. اي هناك الخريطة المفروض يعني. يا حيف راحت هيبتك يا السكار والله. في هذا what is this. اوكي خمسة اعطاني اشي. هذا شو هو مش عارف شو هو بس مش عارف شو اعطاني باور. معقول بضلني اركض بدون ما اتعب؟ بنجرب. اه والله شكله هيك. في شغلة تعجب. هاي ايش في هنا؟ شكله بدون ما اتعب. شايفين؟ طلعت تركض. نايس نايس والله حلوة هاي الاضافة. ايش يا وحش؟ ايش تطلع؟ اوكي اعطيني. نقتل واحد هسا كيف؟ وات؟ كيف شكل الكل شفته كيف؟ اه اوكي. في واحد يا اخوان. تعال حاج حاج. اح اح شكل بط. شفت كيف تكسر ال ما شاء الله. ايه ما شاء الله. ايه كيف صارت؟ وقف يا اخوان. ايش في ايم؟ اوكي اح شو 124 بدبلهم شكله بدبل طلق. والله بدنا مدة نتعود عليها هاي الاشياء. تست جديد. وات؟ هاي المطرقة اللي قلت لكم عنها. وات؟ شو اللي صار؟ وات؟ اوكي بس اربع ضربات فيها شكله. ايه هي موتور. موتور سايكل. زي تبع سي جي. يما المنظر يا اخوات. راح تشردق. دايم المنظر. دايم بوي. احب اقدر اطلق فيه. نايس. والله رهيب اقسم بالله. طلع الجرافيك ما شاء الله. رهيب اقسم بالله الجرافيك رهيب كثير. فريمات في ذمة الله الفريمات. بدي اجرب اعلي الجرافيك اشوف كيف الوضع. مشكلة الفريمات راح تاكل هوا. يون شكله شاس. أحا والله الفرنات. ها من وين جهاز؟ والله في مات بالفايت. جي جي. الله طلع زمان ليش تلعب. يا الله والله واحد بدخل يتسلى لما واحد بدخل يعرق عندهم. في واحد هنا. يا ماشي. حطيته اياها. ها شو هاي؟ يا اخوان ايمو كثير صعب هذا. اها في سيارة. ايه ما مات؟ تمام. لا ده اشكش. قديش هيلو؟ موت. كيف 115 ابيض؟ احا بالاخر بوت طلع. كيف 115 ابيض؟ مش فاهم انا. كيف 50؟ جابني. والله شكله حلو الشتجن. اه شتجنه احلى.
لا يا الله بلش بشي محشق ولا شي محشق. طلع 22 هيلو. طب اللي قتلني وينه؟ خلاص سابه بحاله توكل على الله. عيش انت يا اخوان. ديم اقسم بالله ديم. دقيقة طبعا هذا اعلى اعدادات المفروض. اوكي خلينا ننزل المنطقة ما نزلناهاش. خلينا ننزل هون نشوف. بس اقسم بالله الجرافيك حرفيا ما تعب عليه. طلع لي فرمات 50. شفت كيف تكسر؟ هذا اللي قصد عنه. شايفين شفتوه؟ هذا اللي بحكي عنه. يصل شس ديم. يا ساتر سبعة. نشوف شو بيعطوني. اشهر اوكي عايز بخش على البوش بفل الهيل. دقيقة خلينا نجرب. هاي بوش. اوه ديم ديم والله. شايفين بس اوكي هيل بس بدون. يا الله يا اخوان اقسم بالله الجرافيك رهيب والله العظيم. الجرافيك انه اسطوري. طلع المي ديم والله العظيم انه رهيب. هاي فريمات رهيبة يعني. اروح الثلج ما اتوقع ببين كثير يعني. بس والله هيو طلع كيف. اوه هاي زي جريزي كانت اسمها بسيزون ديم السيزون السابع. احاها ديم الحركة. شو هاي الحركة؟ والله ديم الحركة طلعوا. والله العظيم انه الجرافيك جد بفوز. دقيقة هاي نتخبى فيها صح؟ والله تتخبى زي البوش بس مش عارف تبين ولا لا. اوكي فرطناها. سوى لنا كانوا بعطوني هيل. اح ديم بوي. يا سلام طلع المي كيف. ايوه بعدي طلعوا وانديم. ربي فخمة. هي أح في هواء ديم لمستني. هاي هي قمة إيفرست. كيفان
سيبه سي.